عم بستعمل هون لسلق صدور الدجاج، حضيف عليه بصل أبيض، في عنا القرفة، ورق الغار، شوي من الهيل. الشغلة الثانية إنه نحن بعد ما نحط المي، أول ما بتغلي بلش يطلع زفرة الدجاج، بدنا نضل نشيلها باستمرار. حنبدأ هلأ بتحضير قلاية الرز اللي حنستعمل فيها معلقة من السمنة ومعلقة من زيت الزيتون، وحنقلي فيها البصل الأبيض، اللحم المفروم. وعادة لها الوصفة البهارات الأساسية هي الكمون، القرفة والفلفل الأسود. حضيف عليها الرز، عود من القرفة وشوي من الهيل، فحضيف هون كمية مرقة الدجاج الموجودة عنا لحتى نطبخ فيها الرز. بالنسبة للدجاج اللي استعملته اليوم، طبعاً بعد ما نسلق بشكل كامل، فتفة الدجاج كله هيك بخليه فتفت مفصفص، فبتكون سهلة بالأكل، بتكون هيك هنية وبسيطة، ما فيها كتير عظام، ما فيها جلد. وبتركن بقلب المرقة اللي موجودة فيه حتى يضلوا سخنين لما بنرجع نستعملهم بالتقديم. حورجيكم كيف بيكونوا، بتضلها هيك سخنة وريحتها كتير حلوة.